السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن فضيحة تحكيمية جديدة في مباراة الزمالك والجونة، وهل الحكم فعلا ظلم نادي الجونة باحتسابه ركلتين جزاء لنادي الزمالك ولا لا؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو عشان يحمسنا ان احنا نكمل، والفيديو ده يتعرض قدام ناس كتير غيرك علشان يشوفوا الفضيحة والكارثة دي، وكمان هنشوف قد ايه اللعيبة مش شايفة ان المدرب بتاعهم اللي هو طارق يحيى له لازمة أصلا. ده مدرب تحت الطلب أو تحت اللزوم، مذيع بالليل ومدرب بالنهار. بن شرقي بيطلع من المباراة منفعل علشان طارق يحيى بيغيره، وبيشوح وبيشتم وبيزعق، وكل ده احنا شفناه قدام الكاميرات. ولكن كابتن طارق يحيى كان له رأي آخر، وقال لك إن اللاعب اعتذر من قبل ما يسيب المستطيل الأخضر. لما عمل كده، يعني لما اللاعب عمل له كده، فهو كده اللاعب بيعتذر من وجهة نظر كابتن طارق يحيى. ولكن اللي احنا شفناه عكس كده تماما، ان اللاعب بيقول له انت تشكر او كلام من هذا القبيل والكلام ده كله، واللاعب لا اعتذر ولا هيعتذر لانه مش شايف ان انت اصلا مدرب. انت بيجيبوك من القناه تدرب بالنهار وتطبل، وانت راجل اللعيبه اصلا مش مسترجلاك، مش شايفاك قدوه ولا راجل مدرب ولا راجل كبير قدامهم، وما تطلعش تقول ان لعيبه الجونه شتمتك وقالت 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 الكلام ده كله. اسلام محارب ما يطلعش منه الكلام ده، اسلام محارب لاعب محترم جدا مهذب جدا، ما يطلعش منه الكلام اللي انت قلته. وان كان طلع لاعب لازم يتحاسب، بس ما اعتقد ان الكلام ده ما يطلعش من اسلام محارب ولا احمد ياسر، لان هم طالعين من بيت ونادي محترم، ما يطلعش منه الكلام ده. واللعيبه دي لو حتى بتنرفزك في الملعب فبرضه مش هتشتمك بالالفاظ، انت اللي الالفاظ دي بتطلع من عندك. وشوفنا الكلام ده كله في ماتشات كتير. المباراة شهدت تفوق كبير جدا لنادي الجونة على مستوى الأداء في الملعب، وبالذات في الشوط الثاني. الشوط ده اللي نادي الجونة تلقى فيه 3 أهداف، الجونة كان يستحق على الأقل التعادل في المباراة لولا تدخل الحكم في ركلتين الجزاء. كابتن سمير عثمان طلع وقال إن الضربتين ضربتين جزاء، ولكن لينا وللناس كلها رأي آخر، وهو قال إن في ناس كتير هتشوف الكورتين مش ضربة جزاء. يا كابتن، انت دورك ان انت تحلل المباراة وتقول ضربة الجزاء اه ومش ضربة جزاء. انا بقى بقول لك انت قلت الضربتين ضربتين جزاء تمام، لكن الضربة الاولى بتاعت احمد سيد زيزو، اللاعب واقف وزيزو هو اللي رايح له، يعني زيزو عدى الكرة ورايح للاعب. الكرة التانية نفس الشيء، عبد الله جمعة بيزق الكرة وبيحدف نفسه على اللاعب. وانت نفسك طلعت قبل كده في ماتش تقريبا كان الاهلي، لما قلت اللاعب حط الكرة، لاعب الفرقة المنافسة اللي كان بيلعب ضد الأهلي حط الكورة، ورامي ربيعة واقف تقريبا أو ياسر مش فاكر كان مدافع مين من النادي الأهلي واقف، هيعمل لك إيه؟ أنت هتعدي من جسمه ولا هتعمل له إيه؟ وخبطت فيه وقعت الكورة لا تحتسب. دلوقتي لعيبة الجونة الاتنين واقفين ما عملوش أي حاجة، ما راحوش على اللاعب، دلوقتي يبقى تتحسب عليهم ضربتين جزاء عشان أنت عايز تطلع تقول إن هم ضربتين جزاء وتاخد الشوط. أنت نفسك اللي قلت الكلام ده قبل كده وبنتائج سابقة. اللاعب هيعمل لك إيه؟ اللاعب واقف ثابت وانت بتعدي وسابك تعدي، بتروح انت ترمي نفسك عليه. هو ده وحصلت في ماتش الزمالك لاحمد سيد زيزو، برضه تقريبا في ماتش المقاولين لما احمد سيد زيزو رقص وحدف نفسه على المدافع، وبرضه طلعت قلت الكلمتين دول. اشمعنى النهارده طلعت ومجدته في الحكم وقلت ان الكورتين ضربة جزاء؟ الكورتين ما فيهمش ضربات جزاء، ودي فضيحة تحكيمية واضحة. والنهارده الزمالك قدر يكسب الجونة بفضل الحكم، وفي كورة في الشوط الأول في تاكلينج من لاعب الجونة ولامم رجله على الكورة والكورة بتاعته، والحكم بكل احترام وأدب بيطلع يحسب فاول على لاعب الجونة، لأن الكورة ما فيهاش أي حاجة. الراجل اللي عامل تاكلينج على الكورة ومش مادد رجله ولا رافعها، ده لامم رجله وأنت بتحسب عليه فاول وإنذار. وبتتكرر في الشوط الثاني من لاعب الزمالك وهو داخل وبقوة على أكرم توفيق وبتدي اللاعب إنذار، قال يعني دي قصاد دي، ولكن دي مش قصاد دي. أنت في الكورة الأولانية ما كانتش فاول أصلا لأن اللاعب لامم رجله وواخد الكوره، انما انت في كره الزمالك اللاعب يوسف امامه تقريبا داخل على اكرم توفيق بنيه الاذيه. فمن الاخر مفيش عدل ومفيش اقول ايه توافق في المستويات في المعيار التحكيمي. انت هنا بتحسب حاجه بمزاجك وهنا بتحسب حاجه بمزاجك، وانت كمحلل رياضي بتطلع تقول كلام، محلل تحكيم بتطلع تقول كلام، وفي الماتش تاني تطلع تقول كلام عكسه وكلام مناقض له. ضربتين الجزاء ممكن الاولانيه تمشي انما التانيه استحاله، الثانية استحالة. اللاعب بيعدي ويحط رجله عشان ياخد ضربة جزاء، في الأولانية نفس الشيء برضه بيعدي الكورة وبيأزح عشان خاطر ياخد ضربة جزاء، لأن اللاعب رجليه ثابتة ومحدش رجله قدامه ولا الكلام ده كله.
ففضيحة تحكيمية بحتة لنادي الزمالك أمام نادي الجونة اللي لعب اللي سيء بالزمالك الأرض من الآخر. الجونة عمل كل حاجة في الكورة النهاردة لولا الحكم وتدخل الحكم. النهاردة محمود علاء الفاضي شفناه في الكورة العالية كلها النهاردة غلطة بولية اللي أنا قلت عليه قبل كده. ما ذكرتش الكلام ده على القناة، ولكن ذكرت الكلام ده مع ناس أصدقاء ليا ان ده من افضل اللعيبه اللي في الدوري المصري حاليا بره الاهلي والزمالك، يعني افضل مهاجم بره الاهلي والزمالك اللاعب ده. اللاعب ده كويس جدا، خد كل الكور العاليه النهارده شكل خطوره كبيره، احرز هدفين، كرة طالعه منه جنش مطلعها من خط الجون وغيره وغيره وغيره. جون النهارده مثل خطر كبير جدا على نادي الزمالك، وده اشاره لنادي الرجاء اللي اصلا هم واخدين الاشاره دول على نادي الزمالك من قبل كده، ان نادي الزمالك عايز تكسبه هتكسبه بالكور العاليه. كابتن طارق يحيى النهارده بيطلع بيقول له، سيف زاهر بيسأله ويقول له انت تابعت مباراة الوداد والرجاء؟ قال له اه تابعتها وكده. نادي الزمالك بعد المباراة اللي انا شفته نادي الزمالك في النهائي. كابتن طارق انت بتحكم على ايه؟ انت دفاعك فاضي في الكورة العالية، اي كورة عالية بتتاخد منك وبتيجي جون لولا تألق الحارس بتاعك ده، لو تألق اي كورة عالية بتيجي فيك جون. يا كابتن طارق راس مال الرجاء الكورة العالية، عندهم بدر بنون، عندهم المهاجم اللي هو الكونغولي الطويل ده، راس مال الناس دي الكورة العالية. اتكلمت بناء يعني الناس ديت هتلعب من غير طارق حامد الماتش الاولاني هناك. الماتش ده ممكن في كورتين عاليين يخلصوا الماتش من بدري ويجيبوا التالت في الرابع، يبقى انت كده خلصانه. انت طيب منين بقى حكمت ان انت هتروح تكسبهم وحاططهم في جيبك الوراني والكلام ده كله والزمالك في النهائي؟ احنا نتمنى ان الاهلي والزمالك يبقوا في النهائي والبطوله تبقى مصريه وللنادي الاهلي طبعا كاهلاوي، ولكن ما اتمناش ان البطوله تبقى للوداد ولا الرجاء، تبقى للاهلي او الزمالك. الاهلي اولا ثم الزمالك ثانيا لو الاهلي لا قدر الله ما صعدش من الوداد. ولكن ما تقدرليش الكلام ما تقولي ان نادي الزمالك خلاص بقى في النهائي علشان ماتش لعبوا الوداد مع الرجاء. احنا طول عمرنا اصلا بقى لنا فتره الوداد هو الاقوى على الرجاء، هو اللي بيكسب الرجاء. الماتشات اللي فاتت والاخيره بتبين ان الرجاء رجع قوي. الرجاء لو له جمهور في ماتش الزمالك والرجاء هناك هيعمل عليكم حفلة، لو جمهور حضر الماتش هيعمل عليكم حفلة في الماتش والاستاد. فيا ريت ما تستبقش الأحداث، أنت دفاعك فاضي، أنت الجوانة جايب فيك أربع تلات تجوان، الرجاء هيعمل فيك إيه؟ تلات تجوان قوة كلها عالية، الرجاء هيعمل فيك إيه؟ اللي هو رأس ماله الكورة العالية، رأس مالهم وأكل عيشهم الكورة العالية. فبلاش تستبق الاحداث وتقول كلام ملوش اي 30 لازمه. انت قلنا لك انت طبل براحتك، وطبعا بن شرقي اعتذر لك في ارض الملعب اللي احنا شفناها قدام الناس كلها. لا بن شرقي اعتزل ولا هيعتذر، وطبعا امير توفيق امير مرتضى قال لنا هطلع اطبق قاعده ولائحه والكلام ده كله، ولا هنشوف الكلام ده ولا اي كلام. ولكن انتوا بتالفوا حوارات وكلام بين دماغكم. بنبارك لنادي الجونه على الاداء العظيم جدا امام نادي الزمالك، وهارد لك خسرته بسبب الحكم وبسبب الظلم التحكيمي. حاجه تانية واخيره عايز اتكلم فيها عن الماتش، نظام الخمس تغييرات اللي هو بيتم العمل بيه حاليا. المفروض ان كل فرقه لها خمس تغييرات على 3 مرات، ولكن نادي الجونه النهارده غير باسم علي في الشوط الاول، وغير تغييرين بين الشوطين، وبعد كده اللي هم تغيير احمد حمدي وتغيير ليلى، وبعد كده نزل احمد ياسر ريان، وبعد كده نزل اسلام محارب. يعني غير الخمس تغييرات على 4 مرات. هنا انا شايف على المفروض اصلا القانون بيقول خمس تغييرات على 3 مرات، ولكن حته بين الشوطين دي بتتحسب من ضمن الثلاثه ولا ما بتتحسبش؟ الله اعلم. حبيت ان انا اشارككم الحته دي، ويا ريت تقولوا لنا رايكم في الكومنتات وتقولوا لنا ان كان اصلا التغييرات دي كده قانونيه ولا مش قانونيه، ولو حد عنده درايه بالموضوع ده يا ريت يفيدنا، لان انا الموضوع ده جه في دماغي ان انا اتكلم عنه، ويا ريت نشوف تعليقاتكم عليه في الكومنتات. بس كده مبروك لنادي الزمالك الفوز بالتحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.